السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الثامنة من قناة الموريتانية، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة قادما من جمهورية مصر العربية بعد أن شارك في أعمال القمة العربية 26. القمة العربية 26 تختتم أعمالها بالتأكيد على استمرار عملية عاصفة الحزم والتنسيق من أجل تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة. رئيس الجمهورية يستعرض في خطابه أمام القمة العربية 26 جهود بلادنا في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل. أهلا بكم إلى التفاصيل. عاد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز زوال اليوم إلى نواكشوط قادما من جمهورية مصر العربية بعد المشاركة في الدورة 26 لرؤساء دول وحكومات الجامعة العربية التي اختتمت أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية. واستقبل رئيس الجمهورية بالمطار من طرف الوزير الأول يحيى الحدامين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيس مجموعتها الحضرية والسفير المصري المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد أحمد محمد فاضل يعقوب. ورافق رئيس الجمهورية في هذا السفر السيدة الأولى مريم بنت أحمد الملقبة تكبر ووفد هام ضم السيدة فاطمة فال بنت صوينع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون سيدي ولتاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية والدادي والسيدة هيبة سفيرة موريتانيا في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد والباه الملقب حميدة مستشارا برئاسة الجمهورية سيدنا سخنة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية محمد والطالب مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية محمد إسحاق سعد الداه مستشارا برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. اختتمت الدورة 26 للقمة العربية أعمالها في مدينة شرم الشيخ بمصر حيث أكد بيانها الختامي أن عملية عاصفة الحزم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بمشاركة عدة دول ستتواصل حتى إنهاء الانقلاب الحوثي. ودعا البيان المسلحين الحوثيين للانسحاب من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية. وبشأن الملفات الإقليمية الأخرى جددت القمة التأكيد على محورية القضية الفلسطينية كما تضمنت التوصيات نقاطا خاصة بالعراق والأزمة السورية. كما تعهد المشاركون في القمة ببذل كل جهد ممكن وبالوقوف صفا واحدا حائلا دون بلوغ بعض الأطراف الخارجية مأربها بتأجيج نار الفتنة والفرقة والانقسام في بعض الدول العربية على أسس جغرافية أو دينية أو مذهبية أو عرقية. وكانت القمة العربية العادية 26 قد انطلقت يوم أمس بقاعة المؤتمرات في مدينة شرم الشيخ المصرية بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد عرفت هذه الدورة مشاركة 14 رئيسا وملكا وأميرا من إجمالي 22 دولة عربية باستثناء سوريا. تحت شعار 70 عاما من العمل العربي المشترك انطلقت بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية أعمال القمة العربية 26 بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز إلى جانب العديد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية. وتصدرت الأوضاع الأمنية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والصومال جدول أعمال القمة. وفي خطابه أمام المشاركين في القمة ذكر الرئيس بالظرفية الدولية والإقليمية المعقدة وتفاقم التحديات التي تواجه المنطقة العربية مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون. إن مواجهة هذه المخاطر تتطلب منا جميعا المزيد من التنسيق والتعاون مع شركائنا لدحر إصابات الفوضى والإجرام. وفي هذا السياق فإننا نحيي الجهود العربية والدولية الرامية إلى القضاء على التنظيمات المتطرفة التي تمثل أكبر تهديدا للسلم الدولي، كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الجهود المبذولة من أجل استعادة الشرعية في اليمن. الجلسة الافتتاحية تميزت بكلمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت رئيس الدورة 25 للقمة العربية
ذمن خلالها ما تم تحقيقه خلال المأموريات المصطرمة وما تواجهه الأمة العربية من تحديات تستدعي تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين مختلف الدول الأعضاء. وبعد تسلمه الرئاسة الدورية العادية 26، دعا الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي إلى إنشاء قوة عربية مشتركة للتدخل وحل الأزمات في الدول العربية. وبدوره تطرق الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون إلى الأوضاع الأمنية في كل من سوريا والعراق وليبيا التي تشكل تحديا كبيرا للمجموعة الدولية. وعلى هامش أعمال القمة العربية 26، التقى رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بالأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، وتطرقت المباحثات إلى القضايا العربية والدولية وفي مقدمتها التحديات الإرهابية. وجرى اللقاء بحضور وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطمة فال من تصوينة. كما استقبل السيد الرئيس رئيس مجلس الأمة الجزائرية السيد عبد القادر بن صالح. وخلال اللقاء الذي جرى بحضور وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وسفيرنا في مصر، كانت المباحثات تدور حول علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين وكذا القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك. وقد تميزت الأعمال الافتتاحية للقمة العربية بخطاب لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، استعرض خلاله جهود بلادنا في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، موضحا أن موريتانيا تبنت مقاربة تمثلت في الوعي العميق بالترابط العضوي بين الأمن والتنمية. ملخص لخطاب رئيس الجمهورية مع الزميل الشيخ زين السمع. في خطابه أمام المشاركين في القمة العربية العادية 26، ذكر رئيس الجمهورية بظرفية الدولية والإقليمية المعقدة وتفاقم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون. إن مواجهة هذه المخاطر تتطلب منا جميعا المزيد من التنسيق والتعاون مع شركائنا لدحر إصابات الفوضى والإجرام. وفي هذا السياق فإننا نحيي الجهود العربية والدولية الرامية إلى القضاء على التنظيمات المتطرفة التي تمثل أكبر تهديدا للسلم الدولي، كما نؤكد وقوفنا إلى جانب الجهود المذولة من أجل استعادة الشرعية في اليمن. رئيس الجمهورية أكد في خطابه أن حل الأزمات يمر حتماً بالطرق السلمية وعبر مفاوضات جادة، داعياً السوريين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي. لعل أنجع وسيلة لمواجهة الإرهاب هي حل النزاع الأزمات بالطرق السلمية عبر مفاوضات جادة تفضي إلى تفاهمات سياسية تعزز الأمن والسلم الأهلي. وفي هذا السياق فإننا نحيي جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكل المبادرات الرامية إلى إنجاح الحوار بين الأطراف الليبية للوصول إلى تأسيس نظام ديمقراطي يشارك فيه الليبيون بمختلف أطيافهم الاجتماعية وتوجهاتهم السياسية، كما نؤكد دعمنا الكامل لمساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، آملين أن تكلل جهوده بالنجاح حتى يتجنب الشعب السوري الشقيق ويلات الاقتتال والدمار الذي لحق بسوريا على مدى 4 سنوات من التناحر. لقد مثلت الأزمة السورية تهديدا حقيقيا للأمن في منطقة الشرق الأوسط، فقد انزلقت الأزمة مبكرا باتجاه العنف المتصاعد، ولم تعطى المبادرة السلمية العربية والدولية الوقت الكافي للوصول إلى حل يجنب البلاد ما لحق بها من دمار. وتدفق المتطرفون من جميع أنحاء العالم لتصبح الأرض السورية ملاذا للمتطرفين والإرهابيين. إننا ندعو السوريين اليوم إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي توافقي ينهي الأزمة ويطلق عملية إعادة الإعمار. السيد محمد عبد العزيز قال في خطابه إن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط. إن تحقيق السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط مرهون بإيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي قائمة
على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وضامنة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف. مواجهة الإرهاب والتطرف تتطلب تبني مقاربات متكاملة كتلك التي اعتمدناها في موريتانيا، يضيف رئيس الجمهورية. ولأن القمة العربية تنعقد تحت شعار 70 عاما من العمل المشترك، ذكر السيد الرئيس: لقد كانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية سباقة إلى تبني مقاربات متكاملة لمواجهة الإرهاب في منطقة الساحل، تمثلت في الوعي العميق بالترابط العضوي بين الأمن والتنمية، وعملنا بجد واجتهاد طوال السنوات الستة الأخيرة على إشاعة الحريات العامة والخاصة وبناء مؤسسات دولة القانون وفتح الحوار مع الذين استهوتهم نزاعات الغلو في الدين، إلى جانب بناء جيش وأجهزة أمن قادرة على فرض الأمن والذود عن الحوزة الترابية وملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم. كما أنتجنا مقاربة تنموية تقوم على الانفتاح على الاستثمارات الوطنية والأجنبية بتسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة الإعفاءات الجمركية من خلال استحداث مدونة استثمارات محفزة وإنشاء منطقة مواذب حرة. واعتمدت الدولة مقاربة لتمييز الإيجاب لصالح الفئات الهشة والمناطق الأكثر فقرا، وبذلك استطعنا توفير الأمن والاستقرار لمواطنينا في منطقة مضطربة انتعشت فيها تجارة الخطف وجميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة، وسيطرت فيها جماعات إرهابية متطرفة على مناطق شاسعة من الصحراء. ولأن القمة العربية تنعقد تحت شعار 70 عاما من العمل المشترك، ذكر السيد الرئيس بعديد الإنجازات التي تحققت في مجالات مختلفة في مختلف الدول العربية. لقد حقق العمل العربي المشترك إنجازات جبارة في مجالات كثيرة، تلبية لتطلعات الشعوب العربية في الأمن والتنمية، ومن حق الشعوب العربية علينا أن نضاعف الجهود لتعزيز المكاسب وتحقيق إنجازات جديدة. لقد لعبت مؤسسات التمويل الصناديق العربية أدوارا إيجابية تشكل خير مثال على الإنجاحات الكبيرة، تجسيدا لتضامن العربي في أسمى تجلياته، إذ يحق لنا أن نفخر بوجود مؤسسات مالية عربية نشطة تعزز وضعها المالي بفضل السياسات الحكيمة والإدارة الرشيدة، مما جعلها تسهم بفعالية في تمويل التنمية الاقتصادية للدول العربية وخاصة الدول الأكثر احتياجا. إننا في موريتانيا نثمن عاليا الإسهامات الكبيرة للمؤسسات المالية العربية المشتركة وللصناديق التنمية للبلدان العربية التي تلعب دورا رائدا في تمويل البنى التحتية والأنشطة الإنتاجية والخدمية في بلادنا. شكلت زيارة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لولاية الحوض الغربي مناسبة لإطلاق عدد من المشاريع التنموية والإطلاع على مستوى خدمات المرافق الصحية والتربوية في هذه الولاية. أبرز محطات هذه الزيارة في سياق التقرير التالي مع الزميل عبد الرحمن المقري. محطات زيارة رئيس الجمهورية للحوض الغربي تنوعت بتنوع اهتمام رئيس الجمهورية بحياة المواطن والعناية بواقعه المعيشي، وتحت يافطة عنوان الزيارة العريض التفقد والاطلاع المباشر وعن قرب على حياة السكان في هذه الولاية، أظل رئيس الجمهورية يحث الخطى للاطلاع على المشاريع الجديدة وتفقد المنشآت القائمة. ولأن عنوان هذه السنة هو إصلاح التعليم، تعددت زيارات رئيس الجمهورية للمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، فتجول في الأقسام الدراسية واستمع من القائمين على العملية التربوية لأبرز المشاكل العالقة واختبر مستويات التلاميذ بها.
وحلت سيادته بأبرز صرحين علميين في هذه الولاية، جامعة العلوم الإسلامية ومدرسة تكوين المعلمين، في إشارة دالة على أهمية لا مركزية التعليم العالي في اهتمامات رئيس الجمهورية. تلك الاهتمامات التي يحتل فيها قطاع الصحة مرتبة هامة أدت برئيس الجمهورية إلى التوقف في المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية بالولاية، حيث كانت زيارة المراكز الصحية المشاة والتي ما تزال قيد الإنجاز محطة ثابتة في تجوال رئيس الجمهورية في هذه الولاية، فاستمع من الطبيب وواسى المريضة وتفقد الواقع الصحي واستفسر عن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وأصدر التعليمات لتحسين الأداء وتطوير الخدمات الصحية. ولأن رفاه المواطن لا يكتمل إلا بوجود الماء والكهرباء، فقد تفقد رئيس الجمهورية شبكات الكهرباء ودشن توسعة لتزويد أحياء الولاية بالطاقة الكهربائية، كما أشرف على إطلاق مشروع بناء محطة هجينة جانب منها للطاقة الحرارية وآخر للطاقة الشمسية، كما تفقد سيادته محطة لتحلية المياه لتعدد مصادر المياه الصالحة للشرب ولتكون في متناول المواطن في هذه الولاية، ولاية تصنف ضمن الولايات الرعوية، وهو ما يؤكد أهمية المشروع العملاق الذي دشنه رئيس الجمهورية هنا، شركة حيوان ومراعي موريتانيا المنشاة من طرف خصوصيين وطنيين لتطوير القدرات الوطنية في المجال الرعوي ولمواكبة المصانع المنشأة لتثمين المشتقات الحيوانية. ثم زار رئيس الجمهورية مزرعة لتحسين السلالات بالولاية لمؤازرة تطوير الثروة الحيوانية. ودعما لتطوير المجال الزراعي، أصر رئيس الجمهورية على الوقوف على الأشغال الجارية في هذا السد. المرأة والشباب كان لهم نصيب مفروض في هذه الزيارة، فخصص رئيس الجمهورية جزءا منها لزيارة معارض المنتوجات النسوية، اطلع فيها على نماذج من الصناعات التقليدية والمنتوجات الزراعية كانت مثالا على عطاء المرأة المنتجة في هذه الولاية. وهكذا أشرف رئيس الجمهورية على توزيع تجهيزات ومعدات رياضية على فرق وأندية دعما للروابط الشبابية في هذه الولاية. يكتسي تجديد المقطع الرابط بين كيفا وطينطان من طريق الأمل أهمية كبيرة عند ساكنة المنطقة نظرا لمحوريته في حركة النقل في المنطقة، ويبلغ هذا الجزء من طريق الأمل 40 كيلومترا، وتشرف على تنفيذه شركة ATTM الزميلة بلقيس من إسماعيل، ومزيد من التفاصيل. طريق الأمل وتحديدا المقطع الرابط ما بين كيفا وطينطان، هنا اكتملت الأشغال أخيرا بعد توقف استمر قرابة 5 سنوات، استدعى تدخل الجهات المعنية للإسراع بتنفيذ 59 كيلومترا الباقية في ظرف 6 أشهر. سكان المنطقة استقبلوا انتهاء الأشغال بارتياح كبير بعد عهود عانوا خلالها جراء تعطل الطريق. أيوز الشقل وزينة عندنا ومدانا نتحراوها، ومقتنعين أن دولتنا دور تعدل ذاك كامل. دورك عدت ما شاء الله أشبه، كنا نعانوا قطع مصوبات في الطريق صعيبة ما عند كيفه جاي، لكن الحمد لله يفو كانت مشكلتنا لا طينطان، طينطان كعد واه. المدير الفني للشركة الموريتانية للتنظيف والنقل والإشغال والصيانة قال إن هذه الطريقة أنجزت وفقا للمعايير الفنية المطلوبة، وإنها قادرة على تحمل الضغط الذي تسببه سيارات الشحن من فئة 13 طن التي تسلك هذا الطريق كثيرا من وإلى العاصمة. مهندس الأشغال أوضح بدوره أن العمر الافتراضي لهذه الطريق يصل في المتوسط إلى 25 سنة، وأنها تستطيع الصمود أكثر إذا ما توفرت لها الصيانة بشكل جيد ومنتظم. بشأن الثقافي، نظمت جمعية الرعاية الاجتماعية لترقية ثقافة إمراغن بالتعاون مع بلدية وامغار وحظيرة أرجين الدورة 6 للأيام الثقافية لإمراغن، وتهدف هذه التظاهرات إلى تثمين ونقل التراث الثقافي والخبرات المحلية المهددة بالاندثار. حضر حفل انطلاقة التظاهرة السلطات الإدارية والبلدية في مقاطعة الشام، إضافة إلى جمع من المهتمين بالشأن الثقافي. العناية بالتراث والاهتمام بالثقافة واكتشاف المقدرات السياحية لمناطق الشاطئ هي الأهداف المباشرة من تنظيم الدورة 6 من الأيام الثقافية لإمراغن. حاكم مقاطعة الشام أوضح أن هذه الأيام تندرج ضمن سياسة الدولة للحفاظ على التراث والعناية به وتوصيله للأجيال اللاحقة. ولأن المنطقة متميزة بتاريخها إذ تحتضن جزيرة تيدلة مهد المرابطين، فقد أضفى ذلك على هذه التظاهرة زخما تاريخيا، كما أن تعريف الرأي العام على ثقافة هذه المنطقة كان حاضرا في أذهان القائمين على تنظيم هذه الأيام.
إن اللجان الثقافية والسياحية لمراق التي دابت جمعيتنا على تنظيمها سنويا تهدف أساسا إلى تعريف الرأي العام على ثقافة منطقة مراق واكتشاف ما تسخر به هذه المنطقة من تراث متنوع ومقدرات سياحية بيجة وثقافية هائلة ظلت تشكل وجهة مفضلة لمعظم السياح وخاصة الأجانب الوافدين إلى بلادنا كل عام. الأيام الثقافية لمراقن تضمنت إلقاءات أدبية ومحاضرات عن تاريخ المنطقة ورقصات من الفلكلور الشعبي، كما شهدت ألعابا تقليدية ومسابقات بين فرق القرى المشاركة في رياضة كرة العصي وسباقات السفن الشراعية، وكان الاختتام بتوزيع جوائز تشجيعية على المشاركين. ونبقى في الشأن الثقافي، حيث يشتكي الطلاب والدارسون من نقص في المكتبات يشكل عقبة في وجه الباحثين في مختلف المجالات الأدبية والعلمية. التقرير التالي للزميلة فاطمة بنت محمد محمود يسلط الضوء على هذا الموضوع. للمكتبات دور ريادي في تنمية المهارات والمعارف لدى الطلاب من خلال تشجيع البحث العلمي وترسيخ ثقافة المطالعة وإشباع هواية القراءة عند روادها. المكتبات قطعا عندهم دور مهم في تنمية الثقافة البشرية، بالتالي للباحث توفر له ياسر من المعرفة لكي يكون الباحث لديه رصيد كثير من المعلومات، فهي لها أهمية كذلك للطلاب الذين يرغبون في المطالعة، توفر لهم الكتب الكثيرة. تعتبر المكتبات ذات أهمية بالنسبة للطالب والباحث عن المعرفة، خصوصا في مجال البحوث، وأنا بصفتي كطالب جامعي أشرع العنا في إعداد بحث لجأت إلى المكتبة الوطنية من أجل التزويد بالمعلومة التي أبحث عنها. وتشهد هذه المكتبات إقبالا من الباحثين والمهتمين والطلبة، وذلك لما تضمه من كتب ومخطوطات نفيسة تشمل مختلف فروع المعرفة. مستوى الإقبال معقول، يتفاوت حسب فصول السنة. بالنسبة في نهاية السنة طبعا هي قبل الباحثين والمهتمين بالثقافة بشكل عام من طلاب وباحثين وأطفال، حتى هي توفر المعرفة شتى مجالات المعرفة، تضعها تحت تصرف الباحثين في أجواء مريحة عن طريق القاعات الثلاث، بالإضافة للمخزن من ثلاث طوابق يتوفر على الكثير من الكتب. غياب المكتبة المدرسية في أغلب المؤسسات التعليمية ينعكس سلبا على المستوى المعرفي للتلاميذ. على مستوى ليسا ناسيونال ما عندنا مكتبة ونطالب بمكتبة، لأن تزيدنا من معلوماتنا نطالعوا فيها قرايتنا، تزيد ترفع مستوانا الدراسي، نختاروا توفر لنا مكتبة ياكل انتم من عندنا فيها بحوث تساعدنا للقراءة، خصوصا مع اقتراب نهاية السنة الدراسية. التطور التكنولوجي المتلاحق وسهولة انتشار المعلومات عبر شبكة الانترنت عوامل بين اخرى ساهمت في عزوف الكثيرين عن القراءة وهجر خير جليس في الزمان. تخوض المرأة في ترس الزمور غمار الحياة العملية بمختلف مجالاتها للمساهمة في التنمية على مختلف الأصعدة، وتشكل صناعة الزرابي أحد الأنشطة المتميزة لنساء المدينة، حيث تقدم رافدا مهما للمداخل الأسرية. بعثة الموريتانية عدت الاستطلاع التالي حول هذا الموضوع. تساهم المرأة في ولاية تير الزمور في تطوير النشاط الاقتصادي من خلال الولوج إلى الكثير من الأعمال والمهن التي تعتمد بالأساس على المقدرات المحلية للولاية. المرأة في زوارات استطاعت أن تدخل صناعة السجاد بوسائل متواضعة مكنتها من تحسين واقعها المعيشي، لكنها تشكو من ضعف في التسويق وعدم الحضور في المعارض الوطنية والدولية. التسويق هو النقطة الوحيدة اللي خاصتنا، احنا كنا أصلاً نشتغلوا للسنة نقولوا، وكانوا السواح يجون هون ويشروا من عندنا، ومنين عادوا السواح ماتوا يجوا لتير الزمور عاد ذاك جايدون حارتو، والنعيمان ماتن المحاضر وهذا كل معارض الله كيف ما نقدروا نتركوا ننتاج مركزنا الحقيقي الدرجة، وعاد يشقل الناس وعاد فيه ياسر منه اللي فاده من فضل جهود العليات وذا اللي حصلوا ذي الدار اللي كيف يا غير اللا دار لأنهم هنا وفيها مسات مغطية بالسنك، وهذا الصوه ما يليق له السنك ولا يليق له يكون بلد فيه مقفل وبلد فيه كهرباء اللي يضيع من الرياح إلى حركة شهودهم، احنا دائما ملبسينه
الوقت اللي نقزنا من الشغل، معناها على انه فماتيها يخصنا ياسر من الشيء، يا الله يعدل، يا الله تلتفت عليه الدولة وتعطيها أهمية. يا غير الدولة قاع ما يتعلم به يكون في حالة على حضرنا في المعارض وفي حالة على انها جات كي مشيت التلفزة ضر وشافته. جانب آخر يمثل وجها من خصوصيات عمل المرأة في تير زمور يتعلق الأمر بتحويل الحجارة إلى أصناف بديعة من الخرز والحلي ومستلزمات أخرى. شغلتنا احنا ذي اللي مجموعة من العليات قبضوا الحجار اختبرتهم وعدلت منهم الخرز وعدنا نبيعوه، حامدين مولانا مستنفعين منه، يا رب يشهد أننا حامدينك وشاكرينك ومكبرين منه الحمد لله، الترك الحمد لله، ومعدلين منه شؤوننا كاملة. تقوم المنسقية الجهوية للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بأدوار تأطيرية كما تتدخل في العديد من المجالات. عندنا المجال في العمل في مجال المرأة، وهذا عمل متشعب بين اللي عندنا جملة أهداف وهي قضية تمدرس البنات، والحمد لله الولاية هوناتية تعتبر من أحسن الولايات على مستوى التمدرس، سواء على مستوى التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي، سواء على مستوى استبقائهم إلى مرحلة التعليم الثانوي، وكذلك على مستوى تفوقهم بين اللي احنا القطاع للشرف سنويا على تكريم الفتيات المتفوقات خلال احتفالات العيد الدولي للمرأة. وإحنا اليوم عندنا ما يقارب 300 تعاونية على مستوى ولاية تير الزمور بشكل عام. هاي التعاونيات لا يعود ما يزيد على 100 منها ذات تلقى الدعم. يتفاوت ذاك الدعم لك وفهميته. نقدر نقولوا بإجمالا بعد أن المرأة على مستوى ولاية تير الزمور مرأة فاعلة ومشاركة في الحياة العامة وفي الحياة الاقتصادية بشكل خاص. وقد استطاعت المرأة بولاية تير الزمور أن تكون عنصرا مهما من عناصر البناء والتنمية، وتتطلع إلى تحقيق المزيد من خلال تطوير الدعم والتكوين في مختلف المجالات. نهاية النشرة، إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى العاصمة قادما من جمهورية مصر العربية بعد أن شارك في أعمال القمة العربية 26. القمة العربية 26 تختتم أعمالها بالتأكيد على استمرار عملية عاصفة الحزم والتنسيق من أجل تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة. رئيس الجمهورية يستعرض في خطابه أمام القمة العربية 26 جهود بلادنا في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل. أشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.